قديش من واحد منا يبدا يمشي ويتعدى على 100 حاجه قدامه بدون انتباه، ولربما ما يهموش. في الليل عكس النهار، وقت اللي كل واحد منا يشد بيده ويبدا يتفرج على التلفزة ولا يتغطى في فرايشه في الشتاشاتي، فما ناس اخرين ما عندهمش وين يمشيوا ولا شكون يتلهى بهم. ناس غدرت بهم الدنيا وربما أقرب الناس لهم، وزيد عليهم نحن المجتمع اللي عنا مسؤولية تجاههم. مانيش باش نحكي لكم في الحلقة هذه، باش نخليكم تشوفوا بعينيكم وتسمعوا بوضنيكم، وصورة خير من ألف كلمة. نبدأ الدورة كما قاعدين تتابعوا فينا، العشرة متاع الليل تقريباً، ما زالت شوية حركة في تونس العاصمة، وحبينا نكتشفوا العاصمة في الليل بلاش رتوش بلاش مكياج وكما هي، نتكلموا مع العباد نشوفوا الناس هذوما اللي قاعدين يعيشوا ظروف صعيبة في الليل. ما بنت حمتها من هنا، من عمر هنا مرأة مريضة، ومش هي بارك ما عندها، هي أخوها، هي وليتهم بيتوا في الشارع وعندهم دارة مرأة، عندها أخوها في فيك الدار يسكن في عمر المختار، وكاريها دارهم ولي أصلها دارهم، كاريها هذه هي حكايتها تسكن هنا، معناتها يجيو يهزوا الحاكم يهزوا المجوى والعجز تعاود ترجع لهنا. حتى الفلوس عندها، الفلوس ما عندها، هاي تجي تاخذ الفلوس، تجي تعاونها انت فاطمه، خرج لها العشاء ولا باش تعطي لها دبش ولا حاجه، طيش ما تقبل منك حتى شيء. وما كانتش لهنا راه هي لهنا، هي لا لا عندها حكايه 2 سنين هكاك، هي لهنا وخاها القدام. انا مسبعدوني كمان، انا مسبعدوني تاخذوني كمان والضوء غادي يا فاطمه. مش المتشردين الكل يقبلوا باش يحكيوا، أو ربما فدوا من الكلام. لا أنا بحبش الدير، عجبكش الغريبة؟ ما عندي ما نحكي لك، بدون ما نشتغل بشي، نحب لعنات الفلوس أخدم، الحمد لله رب العالمين بر الله سبحانه وعندي ميسا ولا ميسا والحمد لله، بس والله اللي فيك ما عندك ما تعمل، هاي برو كنون برمي يبرك ما روح هيك هو برا شوك الناس عائلات وساكنين ملوحين تنعرف تصور هو تصور مليار مرة حوايج تصورت، ومليار مرة شرايط تصورت، ومليار مرة الوجوه تصورت، يصوروا العباد ولا يصوروا الزمان كيف؟ ما يعمل يجي لهنا، يركوا لهنا في الضيح، ما عنده ما يعمل يجي لهنا. حياتنا بضايح وتصور، نركض كل حياتنا بضايح وتصور. في العادة برشا يبيتوا هنا في ساحة حقوق الإنسان، ولكن ليلة باردة برشا،
زينا ما لقينا حد أرسلتنا نمشي ونلوزوا عليهم من بلاصة لبلاصة. قديش عمرك يا عمي؟ لا ما عارف. عندك عائلة؟ لا. تاخذش مساعدة من الدولة ولا من جهة من حتى واحد؟ لا يا أخي. ما مشيتش للوزارة الشؤون الاجتماعية؟ مشيتش لبلاصة؟ لا مشيتش. شيء؟ اي. استعشيت الليلة؟ ما تعشيتش. ما تعشيتش؟ لا. وش افطرت؟ خبز اسناف. أصلك منين يا حاج؟ الكيف. الكيف؟ ما عندكش دوير؟ يطلبوا لك الأمبيلانس؟ يهزوك للسبيطار؟ لا لا. علاش؟ خليك تمشي تشوف الطبيب. يهزوك للسبيطار هكا تعب. ما بكح 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 ما تحبش تمشي دار المكفوفين دار العجز ما تحبش؟ لا ما بشيش. ها؟ لا عليه؟ باش عاد اريح لك يتلاقوا بيك اي بسودو. محمد قديش ليلك في الشارع تعيش؟ قديش عام عامين؟ لا ما ليش عام تعرفش؟ لي عام ها. وين كنت تسكن قبل؟ تسكنوني في جامع الزيتون. جامع الزيتون. عمرك ما خدمت محمد؟ لا ما خدمت. شكون يعاونك؟ شكون يعاونك؟ ما يعاوني حد. مشيتش مرة لوزارة الشؤون الاجتماعية للشيء؟ لا ما مشيتش. عليه؟ ما نعرف.